أهلا بكم من جديد. كارينيو مدرب النصر الجديد حماسي لا يقبل الهزيمة، احلم بنصر مختلف ويعزف على الجيتار. فهد شهري التقاه في أول حوار تلفزيوني لهذا الرجل. سيد دانيال، كيف استلمت فريقك النصر من سلفك ماتورانا؟ عدت الفريق منذ الجولة السادسة، كان في مراكز الوسط بسلم الترتيب. الفريق كان يعاني ويبتعد عن المتصدر بتسع نقاط. الآن النصر في المركز الرابع، لديه مباراة مؤجلة والفارق عن الصدارة ست نقاط فقط. نحن نتطور ونحتاج بعض الوقت والدعم من الجميع. فور قدومك أمرت بإبعاد الأرجنتيني المحترف مانسو، ألم يمكنك الاستفادة من مانسو احتياطيا مثلا؟ حين وصولي سعدت بوجود مانسو، هو لاعب معروف لكن ظهوره في الملعب وفي التدريبات لم يكن جيدا. مانسو كان يعاني من إصابة واضحة بركبته ما عجل برحيله وألغاء العقد وإعطاء الفرصة للشبان. مانسو حاول واجتهد لكنه بدنيا غير جاهز. أحمد عباس لاعب النصر تتجه لجنة التأدبية لإيقافه سنتين. دانيال، هل ستسمع له بالتدرب معك حتى لو ألغى النصر عقده؟ أسف بشدة لما تعرض له أحمد عباس. الإيقاف لسنتين أمر مؤلم للاعب المحترف. أنا لم أبلغ رسميا عن تصرف الإدارة مع اللاعب، وأنا رهن إشارة أحمد سأقف معه وأسمح له بالتدرب معنا متى ما رغب. لا يمكن إلقاء اللوم على أحمد أو الطبيب الخاص في هذه القضية، وليست لدي أي معلومات موثقة. أعذرني عن الحديث أكثر. دانيال، أكملت فترة ممتازة هنا في السعودية، كيف ترى المسابقات؟ تابعت الفرق الأخرى؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ تابعت العديد من المباريات هنا، واللاعب السعودي سريع ومهاري. التنافس على أشده بين خمسة فرق على مقدمة الدوري، لكن أتمنى ألا يغضب مني أحد لكلامي. الكرة هنا تفتقد كثيرا للتكتيك والقوة البدنية، لكن الإعلام لديكم نشط جدا، لدرجة أنهم نشروا على لساني في فترة التوقف تصريحا بأن لاعب النصر غير منضبطين، وهو أمر أنفيه تماما ولم أصرح به. الثلاثي الأجنبي شوكت، حسني عبد ربه في الوسط وأيوفي في الهجوم، كيف تقيم عطائهم معك في الفترة الماضية؟ ومن الذي سيستمر ومن الذي سيرحل؟ اللاعبون غير السعوديون في النصر ممتازون، أنا أتعرض للحسد لوجودهم معي. الثلاثي الحالي يقدم المطلوب، لن يغادر منهم أي لاعب في منتصف الموسم. سأقيمهم مع نهاية الموسم وسندعمهم قريبا برابع يساعد على تألقهم. ما يميز لاعبي النصر هي روحهم العالية والجميلة. أتحدث كثيرا مع حسين وعبدو وغالب وأيوفي والقحطاني. باقي المجموعة خجولون جدا، يعجبني احترامه المتبادل في كل مكان. أنا والإدارة في حديث دائم عن الفريق، سندعمه بالتأكيد في المركات القادم، خصوصا في مركز صناعة اللاعب الذي ينقصنا، وسيكون اللاعب بدلا عن مانسو. سأستغني عن مجموعة من اللاعبين المحليين الذين أتمنى لهم التوفيق في إيجاد فرص أخرى بفرق جديدة. سنستقطب آخرين ونصعد الشبان من الأولمبي. بدأت ذلك منذ قدومي. هنحن نشاهد ذيابي يشارك ويقدم مستوى جيدا. وصولي للسعودية كان سريعا. النصراويون فوضون الاثنين. وصلت هنا الخميس، وجدت جمهورا كبيرا في استقبالي في المطار. كان الأمر بمثابة رسالة جميلة سهلت لي حب هذه العاصمة. عاداتنا تختلف عما هنا. جمعت بعض المعلومات من المدربين السابقين، خصوصا ابن جلدتي دي سيلفا. أنا بدأت من اليوم متابعة فريق الحد البحريني، والذي سنلتقيه في بطولة الخليج. هذا الفريق يتميز بالبنية الجسمانية الجيدة.
لو التقيته في الدوري سنتغلب عليه ذهابا وإيابا، لكن مباريات خروج المغلوب لا أمان لها والظروف تحكمها كثيرا. وفي وقت فراغ محدود جدا أمارس هوايتي في العزف على القيثارة التي اشتريتها هنا. لم أحضر قيثارتي من بلدي كي لا يعتقد الناس أنني عازف ولست مدربا. بعد العزف على الجيتار سيصبح لك هيرين شعبية كبيرة في السعودية، تعرفون من يحب الجيتار في السعودية. ثلاث مباريات اليوم في الجولة 13 للدوري السعودي لكرة القدم. في الرياض الهلال يواجه الأهلي، وفي الأحساء المتصدر الفتح يلاقي الاتفاق، في مكة المكرمة الوحدة يستضيف التعاون. مواجهة مرتقبة ومنتظرة. الأهلي الذي خطف أسامة هوساوي لاعب الهلال السابق يحل ضيفا على الهلال إذن الذي عانت إدارته الأسبوع الماضي من هجوم شرس بعد رحيل فريدي وهوساوي. ضحية أولسان الكوري في دوري الأبطال وجها لوجه. عبدالله الدرويش يقدم لهما. الهلال والأهلي، المكان ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الحدث الجولة 13 من الدوري السعودي لكرة القدم، الزمان 24 نوفمبر 2012. في الموسم الماضي احتضن ذات الملعب لقاء الدور الأول في الدوري بين الأخضر والأزرق، حينها اختتم الهلال المواجهة برباعية خالية الرد. أول أهداف هذا الموسم، أخيرا يسجل أول أهداف. طبعا اليوم ثلاثة لاعبين. بعد المباراة أعلن الأهلي انطلاقته نحو الوصافة وانتهى عليها، ولم ينتهي الأمر على ذلك فحسب، بل حسم كل المواجهات التي تلتها لصالحه بواقع ثلاث مباريات. المباراة التي تلتها شهدت إثارة تحكيمية لم تنتهي سريعا، ومباراتان في كأس الملك للأبطال كانت طريق الأهلي نحو لقبها. الأهلي يدخل المباراة عدا أنه تاسع الترتيب، وخسر مواجهتين متتاليتين في الدوري أمام نجران والتعاون، ويواجه الهلال المنافس على الصدارة بخسارة وحيدة. يدخل الأهلي المباراة وقد اقتنص من الهلال نجمين مهمين، الأول عيسى المحياني المهاجم، والثاني هو المدافع الدولي أسامة هوساوي. صراع الهلال والأهلي يتجاوز أسوار الملعب والتفاوض على النجوم والسباق نحو خطفهم. الصراع بين الأزرق العاصمي ووصيف بطل آسيا يصل إلى ما تحت قبة سيادة الكرة السعودية بالتنافس على الكرسي الأعلى سلطة، بين الحارس الأهلاوي السابق رئيس اتحاد الكرة المؤقت أحمد عيد ونائب رئيس البيت الهلالي في وقت مضى خالد المعمر. مباراة الأربعاء المرتقبة والتي يقودها طاقم تحكيمي أجنبي من ألمانيا ستكون جزءا مهما من تاريخ التنافس المحموم بين الأهلي والهلال. عبد الله الدرويش، العربية. ومن الرياض التحق بنا الآن الدولي السابق فيصل بوثنين. كابتن أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. فيصل، المباراة موعودة بإثارة فعلا، يعني أتكلم عن الجانب الفني، هذه قراءة ما قبل المباراة، لكن فنيا هل هي فعلا موعودة بإثارة تجتذب المتابعين؟
مساء الخير بتال لك ومشاهدي العربية. عادة بتال مباريات الهلال والأهلي دائما حقيقة تمتلكها الإثارة الفنية لما يمتلك الفريقين من عناصر فنية عالية المستوى وتكون فيها إثارة حقيقة كبيرة. دائما تشاهد وتستمتع مباريات الهلال والأهلي في السنوات الأخيرة. أيضا صحيح. إضافة إلى هذه الجوانب هناك جوانب أخرى أن الهلال والأهلي حاليا يمتلكون أفضل عناصر الشابة الموجودة في المملكة، فبالتالي هذا يعطي أيضا إضافة فنية للمباراة وقيمة فنية أعتقد أنها ستنعكس على هذه اللي ترى داخل الملعب. نعم جميل. خلينا نتكلم عن الأحداث الأخيرة قبل ما أرجع معك الجانب الفني. أسامة هوساوي وما دار حوله رغم أنه جاء من أندرلخت البلجيكي لكنه لعب الهلال السابق الذي قال الهلاليون بأنه لن يلعب إلا محليا إلا للهلال، هل يمكن أن يضيف هذا بعض الإثارة أيضا على المباراة؟ بكل تأكيد بالتالي المباراة هي مباراة دورية عادية في الدوري السعودي ولكنها تندرج تحتها عدة اعتبارات حقيقة. نعم. منها طبعا اللي هو الانتقال لكابتن اللاعب أسامة هوساوي. نعم. اللي كان يعني أوعد أو أنه تلفظ بوعد للهلاليين بالعودة. نعم. لهم إذا عاد الدوري السعودي ولكن هذا الوعد اختلف فأصبحت الضغوط الآن أمام على أسامة هوساوي أيضا على إدارة الهلال. نعم. بالتساوي لأن الجماهير الهلالية تنظر أن الإدارة فرطت في أسامة هوساوي وأيضا جماهير أخرى تنظر أن أسامة هوساوي لم يفي بوعده بالعودة. نعم. إلى الهلال. الأهلي بلا شك كسب لاعب مميز ولاعب كبير ولاعب له ثقل الفني في الرياضة السعودية. أيضا من المواجهات المباراة هذه هي المباراة ثلاث نقاط. نعم. لو كسبها الهلال سيدخل الأهلي في نفق الهزائم والاستمرار. صحيح. في هذا النفق الذي ربما يعطل كثيرا أيضا أن الثلاث نقاط هذه أيضا ستبعد منافس شرس على البطولة فبالتالي. صحيح. ستعطي الهلال انتقاء أكبر. نعم. وستحبط الأهلاويين وهذه أيضا من النقاط المهمة في هذه المباراة. نعم كابتن هل الفريقان أو المجموعتين الآن قبل المباراة هل هم في عافية فنية كاملة يعني تعدنا بمباراة ممتعة؟ وبالعودة بالتالي المباريات الأخيرة للفريقين. نعم. بشكل عام أنت الدوري السعودي عندما تستمر الإثارة ينقطع فترة ويعود مرة أخرى فهذه. نعم. أعتقد بداية من الصفر أيضا مرة أخرى سنعود إلى نفس الموال في. نعم. إدخال اللاعبين في أجواء المباريات المنافسة. نعم. الاحتكاك مع فرق قوية. مباراة الأهلي والهلال أنا من وجهة نظري أنها ستكون لها طابع فني عالي جدا ولكن الأهلي في الفترة الأخيرة لم يخرج من تبعات خروجه الآسيوي من أولسان ولاحظ هذا بشكل واضح. نعم. على لاعب الأهلي أمام فريق التعاون أيضا فريق الهلال لدرجة أن مدرب فريق الهلال حتى الآن لم يصل إلى قناعة فنية ب 11 لاعب أساسيين يبتدئ بهم المباريات لذلك تجد دائما في مرحلة تغيير مستمر ومحاولة البحث عن التشكيلة التي تتلائم مع توجهات هذا المدرب ووجد صعوبة بالغة مع التعاون في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني حصل على مبتغاه لذلك الهلال والأهلي يعيشون نفس المرحلة من الفروقات الفنية والنفسية ولذلك. نعم. أعتقد مباراة اليوم تكون أمام يعني عائق كبير أمام الفريقين أما. نعم. الهلال أن يستمر في المنافسة وتزداد ثقة الفريق بأن اللاعبين الذين انتقلوا من الفريق ليسوا بذاك الضرر على الفريق أيضا فريق الأهلي يريد أن يعود إلى المنافسة بعد خروج الآسيوي أمام أولسان اللي أعتقد أنه أعطى نتيجة منطقية للفريقين مع بعضهم. جميل. يعني 3-0 و4-0 متقاربين. جميل. فبالتالي مباراة الغد هي الفاصل بين هذه النقاط. جميل. فيصل في مباراة السعودية والأرجنتين يعني ثلاثة من اللاعبين المميزين كانوا من الهلال في أكثر من لاعب أيضا كانوا من الأهلي يعني بالذات منصور الحربي كان بارز جدا لكن في الأهلي اللاعبين الشبان يلقون ثقة في المدرج لكن في الهلال ما تزال الثقة توضع في اللاعبين الكبار في القدماء يعني أمثال مثلا ياسر القحطاني أمثال محمد الشلهوب وإن كان على دكة البدلاء يعني ليش هنا التفاوت بين الجانبين؟ صحيح بتال فريق مدرب فريق الأهلي قاروليم يزج حقيقة إذا أعطى اللاعب الثقة فهو يدفع به على طول يعني لو نأخذ اللاعب مصطفى بصاص كنجم وأشرك في مباراتين هامة وحساسة أمام الاتحاد في نصف النهائي وأمام أولسان في النهائي فأعطى اللاعب جرعة من الثقة جعلته يقدم حقيقة مستوى باهر وينبئ بمستقبل مشرق لأحد نجوم الكرة السعودية علاوة على أن المدرب
أشرك اللاعب عقيل بلغيث، أعطاه ثقة بجوار بالومينا، أيضا دفعة معنوية كبيرة لهذا اللاعب. جميل. تحسن في مستواه من مباراة إلى مباراة. مدرب الهلال أعتقد وجد النجوم الشبان في جاهزية تامة، فبالتالي ليس بالضرورة أن يزج بهم، لأن الظروف هي من حتمت على المدرب أن يكونون لاعبين أساسيين. ضعف أولا اللاعبين الأجانب لم يكونوا بهذا التأثير. نعم. الواضح على مستوى فريق الهلال، فبالتالي أصبحت نجومية الهلال حاليا للاعبي المحليين وليست للاعبين الأجانب. على العكس تماما من فريق الأهلي التي النجومية تنصب بشكل كبير على لاعب مثل فيكتور. لاعب في غياب فيكتور أعتقد أن الأهلي يفقد تقريبا إلى 60-70% من خطورة التهديفية. نعم. وهنا الفرق الفني الذي ممكن يتضح بين الفريقين. طيب على مستوى المدرج، يعني ليش مدرج الهلال ما يضع ثقته مثلا في لاعب الآن دولي ومهم في تشكيلة رايكارد مثل سلطان البيشي، لا يضع ثقته كما يجب مثلا في سلمان الفرج، بينما هو ما يزال يتداول الأسماء القديمة رغم أن كومبوري يضع ثقته فيه. الحصول على ثقة، صحيح، الحصول على ثقة المدرج الهلالي ليست وليدة الصدفة بالتالي. أنت تعرف الجماهير الهلالية اعتادت على البطولات وعلى المنافسة في مختلف البطولات. الخروج الهلالي الآسيوي جعل الجماهير الهلالية تفقد يعني حماستها في هؤلاء اللاعبين وفي تحقيق نتائج إيجابية، انعكس بالتالي على مشاعر اللاعبين وعلى ثقتهم. المدرب يحاول أن يزرع هذه الثقة في لاعبيه، يحاول أن يدفعهم لتقديم مستويات، ولكن الجماهير الهلالية هي أو الإدارة الهلالية وضعت نفسها في موضع حرج بأن ركزت على البطولة الآسيوية، فجعلت الجماهير واللاعبين والمدربين والإدارة بشكل عام تركز على هذه البطولة وأهملت البطولات الأخرى من الناحية المعنوية. لذلك تجد الجماهير الهلالية عندما تخسر البطولة الآسيوية لا ترغب بالبطولات المتبقية. وهنا جميل. نقطة أعتقد أتمنى الهلاليين يخرجون منها بشكل أفضل مما هو حاصل حاليا. جميل. خلينا نتكلم عن الأهلي، تأثير خسارته الأخيرة أمام التعاون على مواجهته اليوم أمام الهلال. بطبيعة الحال فريق الأهلي خسر أمام التعاون في نتيجة مفاجئة، لأن الأهلي أحد الفرق المرشحة للمنافسة على بطولة الدوري، ولكن غياب لاعبين مهمين أمام التعاون، لأن أعتقد مدرب الأهلي نظر إلى مباراة الهلال بشكل أفضل أو بشكل أهم من مباراة التعاون، وأنا أعتقد أنه كان نظرة خاطئة، لأن النقاط الثلاث في التعاون كما هي النقاط الثلاث في الهلال، وبالتالي يفترض أنه كان يركز على نقاط التعاون أهم من نقاط التي ممكن يلعب أمام الهلال، لأن الهلال سيلعب معه في جدة ويكون بإمكانه التعويض، ولكن جميل. التعاون بيلعب في بريدة وخسر نقاط المباراة. لذلك أعتقد ابتعاد اللاعبين عن المباريات وقت طويل يؤثر عليهم داخل الملعب. جميل. ولكن كما ذكرت لك سابقا مباراة الهلال والأهلي دائما تحتمل دائما الإثارة والندية والمستوى الرائع بين الفريقين، لذلك أنا أتوقع مباراة الغد أنا من وجهة نظري ربما تكون من أفضل مباريات الموسم. ننتظر ونرى. فيصل، خلينا نروح لمباراة اللي مهمة للمتصدر اللي هو الفتح، بيلعب قدام الاتفاق، يمكن تسميتها بديربي المنطقة الشرقية، يعني بعد المستويات الأخيرة لفريق الفتح وبعد غياب أي منافس في الشرقية من سنوات لفريق الاتفاق أيضا، كيف تقرأ المباراة؟ فريق الفتح بالتالي أنا أعتقد أنه سفير المنطقة الشرقية هذا الموسم. نعم. فريق الفتح أعتقد أنه سن سنة حسنة في الكرة وفي الرياضة السعودية. جميل. وتعتبر سابقة تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية، اللي هي الإبقاء على مدرب تقريبا إلى السنة السادسة، وهذه حقيقة تعتبر نعتقد إنجاز كبير يحسب لفريق الفتح، الذي أعتقد أنه وجه رسالة واضحة وصريحة لجميع الأندية بأن الخلل ليس في تغيير المدربين ولا في النتائج الوقتية، وإنما في الحصول على مدرب يستطيع التعامل مع ثقافة اللاعب السعودي ومع تفكير اللاعب السعودي ومع طبيعة المجتمع السعودي. عندما يصل إلى هذه المعادلة أعتقد أنه سيخرج بنتائج أفضل مما هي موجودة. أنا أعتقد في فرق لديها إمكانات كبيرة ولديها نجوم ولديها لاعبين، ولكن لأنهم لم يستثمروا الاستثمار الصحيح والاستثمار الأمثل، فبالتالي أصبحت الفرق محل تغيير مستمر للمدربين وهدر مالي وهدر وقت وهدر جهد وأعصاب جماهير على أمور حقيقة هامشية. جميل. ولكن فريق الفتح أعتقد أن فريق على الرغم من إمكاناته المالية التي لا تقارن حقيقة ولا ب 20% من الأندية الكبار في المملكة، إلا أنه يقدم حقيقة
كرة قدم حديثة، كرة قدم جميلة، كرة قدم لاعبين داخل الملعب. لذلك لو تشاهد فريق الفتح كمجموعة لا يمكن تشاهد فريق حقيقة متمكن، ولكن عندما تأخذهم كأفراد لن تجد هؤلاء الأفضلية بين اللاعبين الآخرين. ولكن فتح الجبال المدرب القدير والمدرب حقيقة الذي يقدم عمل وفكر جبار جدا أوجد مجموعة، أعتقد أنها مجموعة عائلية رياضية تقدم حقيقة مستوى راقي جدا ونتائج إيجابية حتى الآن، ولكن الاستمرارية هي المحك. جميل، شكرا جزيلا كابتن فيصل بوثنين الدولي السابق. ونحن على موعد إذن مع الإثارة في الجولة 13 من الدوري السعودي. وقفتنا الأخيرة نتابع بعدها في المرمى وفي زملاء الحكمين المتوفين الوهيبي والخريف يتحدثان عن الحادث الأليم.